وحول استهداف جيش الاحتلال الصهيوني لجيش النظام السوري في الجولان ينضم إلينا أديب العليوي الخبير العسكري السوري عبر الهاتف من الريحانية. أهلا بك معنا سيد أديب. أهلا وسهلا بكم، تحية لكم وتحية للمشاهدين. أهلا بك سيد أديب. يعني في تحد واضح، جيش الاحتلال الصهيوني كما سمعنا ينشر صورا لمقر الفرقة السابعة تابعة للنظام السوري قبل القصف الذي استهدفته وحداته وبعدها. بداية، كيف تقرأ إعلان الجيش الصهيوني قصف مواقع للنظام لربما على خلاف المرات السابقة؟ مساء الخير، تحية لكم وتحية للمشاهدين. يعني حقيقة ليس غريبا، النظام يعني الجيش الإسرائيلي يقصف مقرات النظام والميليشيات الإيرانية منذ سنوات، وأعتقد أن هذا ليس بجديد. ما هو جديد هو بعد يعني فوز بايدن أو إعلان الإعلام الأمريكي بفوز بايدن، الحقيقة إيران تنشفت في معظم المناطق التي ونقاط النفوذ التي تسيطر عليها. هناك محاولات الحقيقة من قبل الميليشيات الإيرانية الموجودة وفيلق القدس في المنطقة الشرقية شرق الفرات وفي ريف دمشق الجنوبي بتحسين وتوسيع هذه النقاط. إضافة إلى ذلك، في منطقة الحقيقة ريف دمشق كان هناك محاولة لترميم القصف السابق الذي قامت به الطائرات الإسرائيلية مثل المقرات الموجودة في مطار دمشق الدولي واللواء 29 والغرفة الزجاجية وكثير من المستودعات التي دمرت من قبل الطائرات الإسرائيلية، ولكن الأهم كان ترميم وإعادة تموضع للرادارات الموجودة في الفرقة السابعة وبعض بطارية الصواريخ أيضا التي ممكن أن تؤثر على الطيران الإسرائيلي، لأن الحقيقة الميليشيات الروسية تحاول أن تلعب هذه اللعبة خارج يعني سيطرة، يعني أقول خارج سيطرة القوات الروسية، لأن القوات الروسية تراقب أيضا تحركات الإيرانيين برغم من أنهم شركاء في قتل الشعب السوري، ولكن هذه اللعبة تحاول أن تلعبها يعني من خلف نقاط أو مخلف مراقبة الروس المتواجدين في هذه المناطق، وبالتالي هم يتخفون في مناطق الفرقة السابعة ويتخفون خلف الجيش السوري، وحتى طيب. أنهم يلبسوا لباس الجيش النظام. نعم سيد عليوي، يعني الجديد هنا يعني كما ذكرت هذه ربما أسباب هذا الاستهداف الصهيوني لهذه المواقع، ولكن الجديد هو الصور التي تم نشرها. ما هي الرسالة التي أراد جيش الاحتلال إيصالها بنشر هذه الصور؟ أنا أعتقد أن الرسالة يعني هي يعني مفادها بأن إسرائيل المتعاونة مع يعني الولايات المتحدة الأمريكية والمتعاونة أيضا مع روسيا في كشف التحركات الإيرانية، مهما اختلفت الإدارات الأمريكية ستبقى يعني الطائرات الإسرائيلية تقصف مواقع الميليشيات الإيرانية في هذا الموضوع. يعني اعتقدت إيران بأن ذهاب ترامب ونظام بايدن سيكون من مصلحة يعني إيران، لكن في الحقيقة تبين بأن مهما اختلفت الأنظمة الأمريكية سيبقى هناك تعاون وثيق أساسي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. أيضا الخبر الصحفي يعني الذي تم نشره أكد على استهداف مكتب قائد الفرقة السابعة التابعة للنظام. عسكريا ماذا يعني استهداف قائد الفرقة مباشرة؟ وهل هي لربما محاولة لإفقاد الفرقة السيطرة، ما يعني أن هناك ما هو أبعد يخطط له من قبل العدو الصهيوني؟ لا أعتقد هي رسالة على أن الفرقة السابعة وقائد الفرقة هو يعني من المحسوبين على إيران. يعني نحن نعلم أن للأسف الآن كون سوريا تعيش ضمن هذا الاحتلال المركب الروسي الإيراني، هناك انقسام أيضا في جيش النظام بين الموالاة لروسيا وبين الموالاة لإيران، وبالتالي هو الولاء الآن ليس للوطن للأسف الشديد، أصبح الولاء لإيران أو لروسيا، وبالتالي قائد الفرقة السابعة هو محسوب على إيران، وهذا
دليل على أن الميليشيات الإيرانية تستخدم مكتب الفرقة وغرفة عمليات الفرقة كمركز عمليات رئيسي لها لتوجيه مناطق نفوذية. نعم. أخيراً سيد علاوي، يعني القصف الصهيوني على قوات الأسد والميليشيات المساندة له والموالية لإيران كما نلحظ أنه لم يتوقف منذ سنوات. السؤال هنا، لماذا لم نرى رداً من جيش النظام السوري رافع لواء المقاومة والممانعة؟ يا سيدي، يعني دعني أقول هذه كذبة كبيرة. يعني الحقيقة يستخدمها النظام منذ عشرات السنين، يعني يستخدمها النظام وتستخدمها إيران ويستخدمها حزب الله. وللأسف الشديد اعتقدنا أن طريق القدس يمر عبر جنوب لبنان باتجاه يعني إسرائيل، لكن الحقيقة جنوب يعني طريق القدس أصبح يمر من دير الزور ويمر من حلب ويمر من حمص ويمر من دمشق. وبالتالي أنا أقول هذه كذبة كبيرة. نظام الممانعة هي كذبة يعني انطلت علينا منذ عشرات السنين. النقطة الأهم في هذا الموضوع بأن النظام غير قادر على أن يرد. ودعني أقول أن يعني قرار الحرب السم في أيدي روسيا وليس في أيدي يعني النظام. النقطة الأهم أن إيران أيضا غير قادر على الرد، لأن هذه الضربات الحقيقة قصقصت من أجنحتها ومن إمكانياتها في الرد. لذلك أنا أقول أؤكد على أن إسرائيل دائما تحاول أن تقصف مراكز الرادار وبطاريات الصواريخ المتواجدة التي تزرعها إيران دائما يعني بعيدا عن أنظار ومراقبة روسيا، لأن روسيا هي من تعطي الأهداف أو دعني أقول يعني تحدد الأهداف بدقة وتوصلها إلى إسرائيل. لذلك أنا أقول هناك صراع كبير بين الروس والإيرانيين على الأراضي السورية. الصراع لا يزال يعني تحت يعني الطاولة أو تحت الرماد. إذن أديب العلاوي الخبير العسكري السوري، كنت معنا عبر الهاتف من الريحانية، شكرا جزيلا لك.